فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور، علما بأن حالة المأمومين تطابق حالة إمامهم؟ نعم، إذا تساووا في الجهل للقراءة يصح أن يؤمهم واحد منهم، أما إذا كان بعضهم أحسن من بعض فيقدم الأحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، وأما من هو أحسن منه فلا تصح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.